النهارده الفيديو هيكون خفيف ولطيف، عندي اربع اخبار هقولهم لك بسرعه واتمنى يكونوا خفاف عليك. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على نبينا الكريم، اخوك علاوي، واشترك معايا علاوي محترم. نخش على خبر لامام عاشور، واول نعمل له لايك عشان الخبر ده وليا انا كمان. الفيفا بتفاجئ امام عاشور بخبر جميل جدا، بيقول لك الفيفا يتوقع تألق 10 لعيب في كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، وهو وواحد منهم هو إمام عاشور. وهنا بقول مفيش حد يرفع أي لعيب في مصر إلا النادي الأهلي. في نادي راح أول ما خبط بس على الباب طلع وش نحس واتقفل الباب والشركة فلست. وبقول لكل لعيب موجود في نادي الزمالك نفسك تروح لباب كأس العالم الأندية وتخش وتلعب وتسجل، اعمل بالظبط زي إمام عاشور. نيجي للخبر اللي بعد كده. في واحد اسمه بليغ أبو عايد، مش عارف الأسماء دي بيجيبوها منين، بيقول لك أكبر خطأ ارتكبه حسام حسن مع منتخب مصر هو ارتداء مصطفى شلبي رقم 10 في مباراة الأمس. بليغ أبو عايد، الناس اللي هي شغاله، انا ما اعرفش الاسامي دي طالعه منين، طبعا بليغ ابو عيد وابو عايده وابو معزه والحاجات دي كلها، وصراحه مع عدم احترامهم كلهم لانهم كلهم كانوا شايفين فيتوريا وحازم امام بيعمل ايه، وكله كان سكتم بوكتم، لكن كله دلوقتي عشان حقيقة، عشان حسام مصري، حسام بيفهم لغتنا، هنردح وهيفهمنا، مش عشان الترجمه مش هيعرف يرد علينا، لا ده هيرد وهنبوخ عليه وهنسخنه. هيطلع بقى ايمن يونس، يطلع محمد صلاح اللي ما بيعرفش يدرب في الزمالك، يطلع فلان الفلان يقول لك حسام 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 حسام، مع ان المفروض حتى لو حسام قلب المنتخب عليه وطي انا ليه عنده نتائج وما احكمش عليه من الماتشين، والماتش بتاع كرواتيا ده فيتوريا ما خطش منتخب زي كرواتيا الا بلجيكا، وبلجيكا خرجت من المجموعات من كاس العالم كرواتيا الثالث على كاس العالم، يعني فريق مصنف، واللي ده مفروض العب عليه. يعني خطط حازم امام والناس اللي موجوده في اتحاد الكوره هي خطط الرعب، كلهم زملكاويه، جمال علام وحازم، ما نتصدمش، ما نخشش نلعب مع الفرق الكبيره، هي فلسفتهم هم كزملكاويه، الجمهور هيزيد عليهم، هنتغلب وبعد كده الجمهور يجي علينا ومش عارفين. لا يا بابا، الكرة مستويات، وانت لما كنتش تلعب مع اعلى ليفل عشان تعرف تسد ثغراتك مش هتيجي مع اثيوبيا وتتغلب زي ما كنت بتتغلب. انا جيد ليا جدا ان لعب كرواتيا واتغلب بفرق 2، ايه المشكلة؟ المرة الجاية لعب فرقة زي كرواتيا واتعادل معاها، المرة الجاية اغلب فرقة عالية زي كرواتيا، ايه المشكلة ان انا اخش مدام اللعيبة دي بتلعب في اوروبا وانا لعيبي ما بيحتكش معاهم، ايه يعني لما اجيب اللعيبه الكبيره ديت ومصنفه العبهم ولاعب لعيبتي معاهم حبه حبه، هتزيل الفوارق ما بيني وبينهم. الاستاذ ابو عايد بيقول لك ارتكب حسام حسن خطا عشان ادى شلبي رقم 10. اولا شلبي اللي خد رقم 10 ولا حسام حسن اداه رقم 10، رقم 10 في لعيب نجل ساب المنتخب في وقت حرج كنا محتاجينه وراح لمصلحته في البيئة اللي محتوياه واللي هو شاف هناك أسطورة وبيعمل أرقام وبيدوم مجهوده وما بيخافش على رجله، فإذا هو اللي تخلى عن رقم 10. تاني حاجة حسام حسن طلع قال مصطفى شلبي ما انضمش قبل كده للمنتخب، والأرقام موجودة في المنتخب من 1 لـ25، أيا كان الرقم ده خالي، ياخده اللي ياخده، الأولى بيه اللي يتعب ويقول انا جاي يا منتخب، مش انا بهرب ومحجوز للمنتخب، وكمان المدرب الفلاني ما يمشيش والمدرب الفلاني ما يجيش والوزير هو اللي يكلمني وده ما يكلمنيش. احنا بنبوظ المنتخب، منتخبنا طول عمره تيم، الاساطير زي دروجبا وقيتو عمرهم ما جابوا المنتخب ب 11 راجل هو اللي بيجيب. ده صفحه من صفحات الزملكاويه الفكيهه بتقول لك الاباتشي يا شيكابالا يستعد لمواجهه فيوتشر بتكون فدراليه، وهو ده الفرق، نفس الفرق اللي بين الجمهور والنقاد دول بيتكلموا عن صلاح، هو لغه الزملكاويه اللي بيعبدوا اساطير لا بتجنح ولا بتطير. يعني دلوقتي بيقول لك شيكابالا يستعد لمواجهه فيوتشر، طب فيوتشر 11 لاعب هتنزله لهم شيكابالا بس؟
ده شيكابالا بينزل لا بيصد ولا بيرد ولا بيجيب لكم اي نتيجه، وموقعكم في ال 13. يبقى شيكابالا ازاي يلعب في يوتشر لوحده؟ هي دي الفلسفه اللي انتم مش عارفين تعرفوها، وكل واحد فيكم عامل فهامه. لا ده بيلعب ب 4 3 2، ده بيحط ارتكاز ولازم عبد الله السعيد يكون في مركز 8، وشيكابالا مش عارف يكون فين، وناصر ماهر يتحط فين، ومش عارف ايه وايه، وفي الاخر يلخبطوا الطبخه كلها ويقول لك واحد بس هو اللي هيلاعب فرقه زي فيوتشر. اما دول ناس ملاحيس. اخيرا اتحاد الكوره بيطالب النادي الاهلي، بيطالب اتحاد الكوره بالرد على الشكوى اللي قدمها النادي الاهلي عشان الانضباطيه ومساله حسين الشحات والشيمي. كلنا عارفين ان حسين الشحات غلطان، ولازم نقول انه غلطان لان ده الحقيقه، والراجل طلع اعتذر وقال ان في تسويه او مصالحه. فدلوقتي القضيه اتحولت للمحكمه وخدت ميعاد تقريبا يوم 19 ابريل او 18 ابريل حاجه زي كده. فدلوقتي النادي الاهلي بيتحرك بعد الهنا بسنه. انا عارف كويس قوي ان الاهلي بيسيب المشكلة بحيث ان هي تتحل لوحدها، وما تحلتش يتدخل في الاخر، بس ان انت تسيبها توصل للمرحلة ده شيء مش جيد. والتاني حاجة، الحق معاك بالكامل، اللعيب اتجازى من اتحاد الكورة واتجازى من النادي الاهلي، بعد كده مفيش اي حد ليه حق يحاسب اللاعب، لان اللعيب ما قلعش لبس الكرة اللي بيلعب بيها، واللعيب التاني نفس الكلام، والاثنين ما خرجوش من تراك الملعب. فاذا كله يحتكم للكوره والفيفا. وانا من رايي النادي الاهلي، ايه يعني لما الدوري يقف عندنا؟ ايه يعني لما اتحاد الكوره يتشطب؟ ايه يعني لما الشيبي يتشطب وبيراميدز يتشطب؟ عشان كله يعرف ان اللوائح هي اللي لازم تتنفذ. المجال ده مجال كره قدم، ولوائح كره القدم اللي تنفذ فيه. انا ما اجيبش لعيب واقول له اسجن فلان ولا اعمل فلان بعد ما تصالحه بالتحريض، يقوم مسخنه تاني ومدخله في مجال غير مجال كره قدم، وتحكيم غير تحكيم كره قدم، ولوائح غير لوائح كره قدم. ولذلك هتفضل الكوره عندنا متخلفه، لان المفروض اللي ماسك البالانس او التحكم في اللوائح هو اساسا منحاز، هو اساسا ما بيقدرش ينفذها لانه عنده مراكز قوة، هو نفسه ضعيف تحتيها، مفروض ان هو اعلى قمة هرم الكورة، وهو اللي يقول اللوائح بتقول كذا وهنفذ، ودي بتقول كذا وهنفذ. لكن احنا عندنا اللي ماسكين اتحاد الكورة حتى الكفتة ما يعرفوش فيها. سلام.